إيدو دوان رئيس الوزراء صوماليا مدن حمسة عبدي بره قف فقارة كشيغ إن أرورك حماس ويهاي أرور رينا يدل كيسا إسلامر كان الدفاع الشعب غرهير فلسطين قماد كباني كوهيسو إسرائيل يا شعب كاكوداق مقالة جوار وحيسو دويين هادل كرئيس الوزراء دالكا سيد جيس نمدالي أو أطاقيري شعب كرهير فلسطين واحد وزير وزارها حمزة وحن مانتا عد كيسة أو تاوين هو رأسكو هادلي ما دام ولا لها إن فلسطين أو كهادلي لباتة اليهود كو هايسو سفي عنا يعني أو فرحصن هاي عنا غانا حد وحن جعلنا هاي إن كخيب قلنا ولا لها إن فلسطين يهود لباتة اي كو هايسو عنا غانا سفي عن أي لبكا إذا أي ندي بيسا وحن جعلنا هاي هدي عن ديارت عن كبحن عن هيلي لهين وفلسطين نقي نيسو عن هيلي لهين والله هو بحي لهين وانا كقيب قال لهن وانا كقيب قال لهن بقول كي وبقول إيه وحن كبحنا جديد أن كبحنا أيان هاي سنين ما دام وزير وزارة هاي وصفي عن أجا هدلي وعالم ككلين توني مكان كلو عالم كي كهدلي وايد وأنا جا كإسلام أهان وزير وزارة هاي هو هدلي أنا جا نجرب بوح أيان كسيني ناي وحن الديارون هاي إن أن كقيب قالنا دجال كاس ولا الله هاي فلسطين يهود كو هاي سو بقول كي وبقول إن كقيب قالنا دان جديد أن كبحنا كنا غنا هلي كرنو إن أن كبحنا جعلنا وزارها حكومة الفرع في الصومال يا مدن حمسة عبد البر وهذا الخير اللي كده وجيه من خير هذا الخير وزارة وطائرنا حماس وأور إسلامة وأور نور مدونة وأور قبضة كالنتي لقى ربينا ودم الإسلام كا يا سعودي وور يوم من يقدر في الصومال بعيد شغل ربينا قبضة أي قبضة يعني حياة دان أود لها إن زيارة الله جد ما خير لي وايو مقول بالسلامة بقنا قلب سن شعبة جود أي سوق يسوق وتأو جد إن تقال كي يبرن وروس مقادي هيدا حقوق الإنسان قدن ويتيك الله يعني ما أنت قدن إسلام ما تي جود يكدوش إلا هدا هيدا حقوق الإنسان كال أو كالس وجرته مركه وقالوا قلتنا وعينا ملو سوري كستا قالوا كربا يسوس يسا بعض لكن مروا البق حوالي علاسك فضيلة كتباني إن شاء الله إفراح موسى ورباهين تشبه لجوهر